السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 1 الصف الاول الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح unit 2، والنهاردة هنشرح unit 3 this is me. this is me هذا انا، this is me هذا انا. وفي اليونت دي بنتعلم بعض الكلمات الهامة، اجزاء في جسمنا، وازاي نشاور على حاجة ونقول هذا او هذه. فاول حاجة لازم نعرفها في اليونت دي يعني ايه nose. nose يعني انف. nose nose يعني أنف. eye eye يعني عين. eye eye يعني عين. وكمان لازم نعرف يعني إيه well done. well done يعني أحسنت، يعني كويس جدا شاطر. well done well done يعني أحسنت. لما أجي أشاور على حاجة واحدة أو شخص واحد موجود قدامي أو قريب مني في مكان قريب مني بقول عليه this. this يعني هذا أو هذه، وبشاور بيها على حاجة واحدة أو شخص واحد موجود في مكان قريب مني. مرة كمان this. this يعني هذا أو هذه. ولما أجي ألمس أي حاجة بعمل حاجة اسمها touch. touch يعني يلمس. touch touch يعني ألمس أو يلمس. touch touch touch. لما باجي اسمع اي حاجة ده اسمه listen. listen يعني يسمع يستمع. listen 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 listen. فم يعني mouse. mouse mouse mouse. سلطة يعني salad. salad salad salad. teeth يعني أسنان. teeth 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 teeth. teeth يعني أسنان. face face يعني وجه. face 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 face. يد يعني hand. hand 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 hand. وأذن يعني ear 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 ear. كمان يا أصحابي لازم نعرف الجمل التالية. أول حاجة لما أجي أقول لحد اسمع المس أنفك، فبقول مثلا عندنا في اليونت دي بيقولوا لهاني listen هاني، استمع يا هاني. touch your nose touch your nose المس انفك. listen هاني استمع يا هاني. touch your nose touch your nose المس انفك. مرة كمان listen هاني touch your nose touch your nose. وطبعا يا اصحابي بخصوص حفظ الكلمات، الكلمات اللي قلناها من شوية اللي هي اجزاء الجسم المختلفة والكلمات التانية لازم نحفظها، لأن دي هي الكلمات الخاصة بيونت 3 this is me أو هذا أنا، ولازم تتحفظ. لازم كمان نبقى عارفين يعني إيه this is my nose. this is my nose هذه أنفي. this is my nose this is my nose this is my nose. وآخر حاجة لما أقول لحد أحسنت فبقول له مثلا well done هاني. أحسنت يا هاني. well done هاني well done هاني well done هاني. وعندنا في unit 3 بناخد الفونكس أو الصوتيات الخاصة بحرف ال H وحرف ال N. إزاي بننطق حرف ال H وإزاي بننطق حرف ال N؟ حرف ال H بيكون شبه حرف الهاء أو اله في اللغة العربية، فبيتنطق وده بيقابلنا في كلمة زي كلمة hand hand hand. مرة كمان
hand hand hand. وكلمة زي كلمة hat hat hat. مرة كمان hat hat hat. hat يعني قطباء يعني طاقية. وكلمة زي كلمة hair hair hair. مرة كمان hair hair hair. أما بالنسبة لحرف الN فهو بينطق شبه حرف النون في اللغة العربية ن ن ن ن. وبيقابلنا في كلمة زي كلمة nose 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 يعني أنف. nose nose nose. وكمان كلمة زي كلمة nuts 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 يعني مكسرات. nuts nuts nuts. وكلمة كمان زي كلمة neck 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 يعني رقبة. neck neck neck. وهي دي الفونكس أو الصوتيات الخاصة بحرف الـ H وحرف الـ N. أما بالنسبة للـ hand writing أو الكتابة بخط اليد إزاي بنكتب الحروف المختلفة بإيدينا، فإحنا برضو بنتعلم إزاي نكتب حرف الـ H وحرف الـ N in a right way أو بشكل صحيح. فطبعا زي ما إحنا شايفين قدامنا في الكتاب بيقول لنا حرف الـ H بيكتب بالشكل ده، وإحنا شايفين هو بيكتب إزاي بالخطوات الصحيحة. وبيقول لنا نتدرب ونكتبه في كلمة زي كلمة hand hand hand. وكلمة hat hat hat. وكلمة hair hair hair. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الطريقة الصحيحة اللي بنكتب بيها حرف الـ H بشكل سليم. لازم نتدرب عليها بشكل صحيح. لو انت لسه ما تعلمتش تكتب حرف الـ H وقف الفيديو، جرب تكتب لوحدك، شغل الفيديو تاني، اتأكد ان انت بتكتبه بالطريقة الصحيحة لحد ما تتقن كتابته بشكل سليم. اما بالنسبة لحرف الـ N فهو بيقول لنا نتدرب على كتابته بالشكل ده، وبيقول لنا نتدرب على كتابته كمان في كلمة زي كلمة nose nose nose. وكلمة nuts nuts nuts. وكلمة neck neck neck. وزي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الـ N. لازم نتعلم نكتب حرف الـ N بشكل سليم. لو انت لسه ما اتقنتش كتابة حرف الـ N وقف الفيديو، جرب تكتبه لوحدك، شغل الفيديو تاني، اتأكد ان انت بتكتبه بشكل صحيح. وتعالوا ناخد بعض الاكتيفيتيز او الانشطة الاسئلة الخاصة unit 3 this is me او هذا انا. فاول حاجة عندنا هنا look and match. look انظر and match وصل. فهنا مدينا بعض الكلمات وبعض الصور. أول كلمة هي كلمة hat hat يعني قطباء. فين الصورة الخاصة بالكلمة دي يا أصحابي؟ hat hat hat. شاطرين، هي دي صورة القطباء اللي هي A أو صورة الطاقية، فنوصلها بالشكل ده. تاني كلمة hair hair hair. فين الصورة الخاصة بالكلمة دي يا أصحابي؟ شاطرين، hair يعني شعر، فهي دي الصورة الخاصة بيها فنوصلها بالشكل ده. تالت كلمة هي كلمة nuts 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 أو مكسرات. فين الصورة الخاصة بالكلمة دي يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي صورة النuts أو المكسرات فنوصلها بالشكل ده. ورابع كلمة هي كلمة neck neck neck. فين الصورة اللي بتعبر عن الكلمة دي يا أصحابي؟ شاطرين، نك يعني رقبة، وهي دي الصورة الخاصة بيها فهنوصلها بالشكل ده. وبكده نكون حلينا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فبيقول لنا unscramble and write
ان سكرامبل يعني اعد ترتيب، اند رايت واكتب. فمدينا بعض الحروف الخاصه بالكلمات المختلفه. الحروف دي متلخبطه، احنا المفروض ان احنا نرتبها بشكل صحيح علشان نكتب الكلمه بشكل سليم. فهنا في اول سوره مدينا سوره يد، المفروض يد يعني هاند، فهو مدينا هنا ان ودي واتش واي. طبعا هنا الحروف متلخبطه، عايزين نكتبها بشكل سليم ونرتبها تاني او نعمل لها unscramble او نعيد ترتيبها. فطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الكتابة الصحيحة لكلمة hand او يد. تاني سورة فيها سورة اذن، سورة اذن او ear يعني اذن، ومدينا هنا a و r و e. طبعا هنا الحروف متلخبطة، فعلشان نكتبها بشكل صحيح لازم نرتبها، وبكده نكون كتبناها بشكل سليم. ear يعني أذن. وتالت سورة فيها سورة عين أو eye يعني عين، ومدينا تحت السورة الحروف بتاعت كلمة eye بشكل متلخبط y-e-e. طبعا احنا لازم نعمل لها unscramble أو نرتبها بشكل صحيح بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده e-y-e، وبكده نكون كتبناها بشكل سليم I. وبكده نكون اتدربنا على ان احنا نعمل unscramble او ترتيب للحروف المختلفة بتاعت الكلمات الخاصة بيونت 3، وازاي كمان نقدر نعمل ماتش بين الصور والكلمات. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.